if A 100 نيوتن at 35 degree from x axis and to the right. يعني الزاوية دي 35 درجة من محور الاكس في اتجاه اليمين، يعني first quadrant. اف بي 75 نيوتن along x axis and to the right زي ما احنا شايفين. بيقول find the magnitude and direction of the resultant. مش مكتوب لكن ده السؤال كده، عايز الماجنتيود اند دايركشن للناتج للقوتين دول مع بعض. هقول كده ال ار اكس ال ار واي ال ار كماجنتيود وادي الثيتا شيفت تان، هنشوف دلوقتي تطلع كام. ال ار اكس عندنا المية تتحلل مع محور الاكس كوساين 35 في الاتجاه الموجب مع ال 75 كاملة لأنها على محور الاكس، يعني 100 كوساين 35 مع 75 اداني 157 نيوتن يمين. الواي ده مش داخل، بس 100 ساين 35 اداني 57.4 نيوتن والفوق، يبقى عندنا تو كومبوننتس، واحدة 157 كبيرة شوية عن 57 اللي هتبقى حاجة أصغر عشان نقدر نقدر ازاي، تبقى طبعا أصغر من 45 الثيتا اهي. ده ال R R X R Y. ال ry 57.4 على 157، جذر التربيعي ل rx تربيع مع ry تربيع يديني هربع اللي قدامي ده زائد 157 تربيع، واخد الجذر التربيعي للانصر اداني 167 نيوتن. دي المحصلة او الماجنتيود بتاع المحصلة. الدايركشن بتاع المحصلة او الشيفت تان 57.4 تقسيم 157، فطلعت الزاوية 20.1 ديجري with positive x axis، فمع الاتجاه الموجب بمحور ال x الزاوية 20.1 اللي هي دي، والمحصلة الماجنيتيود بتاعها 167.